السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نطل عليكم من هنا من هذا المكان الجميل والذي يرتبط بأحد أهم فروض الإسلام، ألا وهي فريضة الحج والعمرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، نحن الآن في أحد المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ونحن الآن نصور لكم بالقرب من مسجد الميقات أو ميقات ذو الحليفة، مسجد ذو الحليفة أو مسجد الشجرة، وكلها تسميات لهذا المسجد الجميل. ما شاء الله تبارك الرحمن، ونحن الآن في أجواء طيبة بعيد صلاة الفجر. الحمد لله ومنه وكرمه أدينا صلاة الفجر خلف الشيخ عبد الله القرافي جزاه الله خيرا وبارك فيه وفتح عليه. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الأجواء مع زقزقة العصافير ومع هذه الأجواء الجميلة والطيبة ومناظر جميلة نشاهدها مع هذا الصباح الجميل. اللهم بارك، ونحن اليوم في يوم 23 رمضان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات. إخواني الكرام، هذه الأيام أيام العشر، أيام جهد وبذل وعطاء واستغفار وقراءة قرآن. أكثروا أيضا فيها من الدعاء لعل الله أن يستجيب دعاءنا بأن يزيل عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. يا رب، نسأل الله عز وجل أن يزيل عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل، وأن تعود الحياة كما كانت بل أفضل مما كانت. نحاول أن نأخذكم بجولة في هذه الأنحاء الجميلة. ما شاء الله تبارك الرحمن، وكما ذكرنا لكم اليوم هو يوم 23، وكانت الليلة التي سبقت هذا الصباح هي ليلة 23 رمضان والمعروفة بليلة الجهني، ليلة الجهني، ليلة الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحدد له يوما حتى ينزل فيه إلى مسجده، إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتعبد فيه ويتحنث ويقضي يومه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وردت عدة روايات أنه قال له تعال، أو يعني حدد له يومين، ثم قال لا أستطيع، حدد لي يوم، فحدد له ليلة 23 رمضان، يعني قال له أنها ستكون ليلة القدر. فتذكر الروايات أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قدم عصرا وبقي حتى الفجر، بقي حتى الفجر يدعو الله عز وجل ويقرأ القرآن ويستغفر وغيرها. وفي جاء في بعض الروايات أنه أسرها لعبد الله بن أنيس فلم يخبر الناس حتى لا يتكلوا على هذه الليلة، يعني يتعبدوا فقط في هذه الليلة. ومن المعلوم أن ليلة القدر هي متنقلة كما جاءت الروايات أنها متنقلة، فتذكر بعض الروايات أنها في يوم 21، وجاء في بعض الروايات أنها يوم 25، وجاء في بعض أو في آكد الروايات أنها في 27، وأيضا جاءت رواية عندنا أنها في آخر ليلة من رمضان، أي ليلة 29 رمضان، فلا نستطيع أن نجزم بها. على كل حال، حري بالمسلم أن تكون عبادته في هذه العشر مختلفة عن أي يوم آخر في رمضان. فنحن لو قلنا، لو مثلنا أن عندنا مثلا صندوق فيه، عذرا هذا أحد الإخوان يستفسر، كنا نتكلم لو أن عندنا صندوق وبداخله ذهب وعندنا عشر مفاتيح، وقيل لنا أن أحد هذه المفاتيح هو لهذا الصندوق، فهل سنختار مفتاحا واحدا ونذهب ونجربه؟ كلا، بل سنأخذ بجميع المفاتيح ونجربها واحدا تلو الآخر حتى يظهر لنا المفتاح الذي نحتاجه لفتح هذا الصندوق. فإذا ليلة القدر هي مثل
هذا المثال. نحن نتعبد الله عز وجل في هذه الأيام العشر، وكما جاءت الروايات أنها في أيام الوتر أو في الليالي الوترية آكد. فإذا لعلنا يعني أقل القليل نقوم هذه الأيام، وكما ذكرنا أن الليالي متنقلة أو ليلة القدر هي ليلة متنقلة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قام ليلة القدر فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب، هذه منطقة الأسواق بالقرب من مسجد الميقات، وكل هذه الأسواق لو تلاحظوا متعلقة بالإحرامات. طبعا نحن الآن في ميقات ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، أحد المواقيت المكانية وقته لأهل المدينة ولمن مر من هذه المدينة الطيبة. فكل هذه المحلات يعني لا تعدو إلا أن تكون محلات لبيع الإحرامات والسجاد ومستلزمات التي يحتاجها المحرم والذاهب إلى مكة المكرمة. ما شاء الله تبارك الرحمن، محلات متنوعة. أيضا يوجد بقالات، حتى الآن لما نخرج إلى خارج هذه المنطقة سنجد بعض المباسط في الخارج والذين أيضا يبيعون الإحرامات. ما شاء الله. لعلي أنتقل إلى جهة أخرى، نصور لكم جهة أخرى ثم نرجع لكم بإذن الله تعالى. لازلنا في منطقة أسواق مسجد الميقات. ما شاء الله، طبعا أغلب المحلات مغلقة لأنه الآن نحن في صلاة الفجر، ما بعد صلاة الفجر، وأغلب الحركة تكون في الفترات المسائية. ما شاء الله. لا بأس من الفاصل. ما شاء الله، جميل جدا عندما تتمشى في هذه الأنحاء، ينتابك شعور جميل جدا. ما شاء الله. هنا الظاهر أنه محل، لا أدري، متعلق بإندونيسيا. هنا مستلزمات الإحرام ما شاء الله، ومستلزمات الحج والعمرة، شنط، ومثل ما يقال هنا محليا مدس أكرمكم الله، ما يلبس. الآن نخرج إلى الساحات، في ظني أنها الغربية تقريبا، الساحات الغربية. كما ذكرت لكم يوجد بعض المباسط في الخارج. ما شاء الله، هنا بعض الإخوة الذاهبين إلى مكة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم وأن يكتب لنا زيارة مكة قريبا بإذن الله تعالى. وكما هو معلوم أن مكة حاليا والمدينة لابد للدخول لها لابد أن يكون قد أخذت جرعة لقاح، على أقل تقدير جرعة واحدة، أو أن تكون متعافي من إصابتك من كورونا. نسأل الله عز وجل أن يزيل عنا هذا البلاء. هذه منطقة الميقات، وهذه هي الأجواء هنا في أرض طيبة. طيب، أيضا لعلنا بإذن الله تعالى نصور لكم من جهات أخرى ونعود إليكم. هذا تصوير من نفس الساحات التي كنت أصور منها. طبعا ذكرت قبل قليل أننا في الساحات الغربية، أخطأت، المعذرة، هذه هي الساحات الشرقية. ما شاء الله تبارك الرحمن، منظر جدا جميل. أنا أعتبر مسجد الميقات من أجمل المساجد في المدينة المنورة بعد المسجد النبوي الشريف. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنا جهات وادي العقيق المبارك،
طبعا كما ذكرت لكم أننا الآن في الجهات الشرقية أو الساحات الشرقية، لأنه المسجد النبوي الشريف في هذه النواحي، وهو مسجد الميقات يعني يقع في غرب المسجد النبوي الشريف، يبعد عن المسجد النبوي الشريف بحدود 13 كيلو متر إلى 15 كيلو متر، يعني حدود ربع ساعة عن المسجد النبوي الشريف. طيب الآن نصور لكم من الجهات الجنوبية، ما شاء الله بناء جدا جميل، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. وهذا تصوير جميل بإذن الله تعالى للمسجد. أنا ما أمدح تصويري لكني أمدح المسجد بالفعل، يعني الإطلالة من هذا المكان أنا أعتبرها إطلالة جدا جميلة، لأنه يوريك كيف المنارة مبنية بهذا الشكل الحلزوني الجميل، رائع ما شاء الله، اللهم بارك. هذا باص الآن متوجه إلى مكة المكرمة، يا سلام، نحن صورنا لكم من الداخل، وهذه إطلالة على الطرق، وهذا وادي العقيق اللي ذكرنا لكم، ما شاء الله. وهذا حي الميقات، هذا كله ضمن حي الميقات، ما شاء الله. هذه المدينة، جمال المدينة، جبالها، أشجارها، نخيلها، وعمرانها. المدينة كما يقال تاريخ يحكى، ما شاء الله. اللهم ارزقنا الأدب وحسن الجوار في مدينة المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا إطلالة من الساحات، خلينا نقول الغربية كده، الساحات الغربية إن شاء الله، إن شاء الله أني ما أكون غلطان. ما شاء الله مواقف كثيرة وكبيرة، ما شاء الله، اللهم بارك. في منطقة أعمال، ما شاء الله، هذه طبعا منطقة خاصة للباصات زي ما ملاحظين، وهذه للسيارات الصغيرة، ما شاء الله. حبينا أن نطلعكم على المكان بشكل كامل. احنا الآن يعني كأننا أخذنا بطريق دائري، التصوير الأول كان من هذا المكان، دخلنا للداخل ثم خرجنا من الساحات اللي هي الساحات الشرقية، ثم قدمنا إلى هذا المكان وصورنا من هذا المكان لهناك، ثم أتينا إلى هذا المكان وصورنا في هذا المكان، فهذا يعني تصوير شبه دائري على المكان الجميل. خلاص كده نكون انتهينا من المقطع، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في نقل صورة جميلة عن المدينة المنورة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أخيرا لا تنسوا الاشتراك في قناتي، قناة أخوكم محمد الرئيس، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسونا من تعليقاتكم الجميلة. وفقنا الله إياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.